في دهوك انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العلمي الدولي لمئوية اتفاقية لوزان بمشاركة أكاديمية واسعة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من دهوك بيوار داخواس. مساء الخير بيوار، أهلا بك، تفضل. نعم مساء الخير. يعني هذا المؤتمر مؤتمر مئوية أو مرور 100 عام على اتفاقية لوزان في جامعة دهوك بمشاركة محلية ودولية، باحثين من عدة دول شاركوا في هذا المؤتمر لمناقشة عدة مواضيع متعلقة باتفاقية لوزان، بتداعيات وآخر الأحداث التي حدثت في هذه المنطقة برمتها على مدى قرن من الزمان. وأيضا بالتأكيد يعني كعادة باقي المؤتمرات ستكون هناك جملة من التوصيات من قبل الباحثين المشاركين في هذا المؤتمر. أود أن أنتقل مباشرة إلى ضيفي الدكتور عبد الرحمن كريم من جامعة صوران، وهو أحد المشاركين في هذا المؤتمر. دكتور، يعني هل لك أن تحدث لنا، بما أنكم أيضا من لجنة تحضير هذا المؤتمر، عدد المشاركين ومن أي بلد أو البلدان المشاركة، وأيضا المحاور الأساسية لهذا المؤتمر؟ تحية وتقدير لكم. هذا المؤتمر مؤتمر دولي علمي مهم جدا بسبب أهمية الموضوع. موضوعة المؤتمر يتحدث عن مئوية مؤتمر لوزان الذي تم عقده في 1923 والنتائج التي تمخض عنه. كلنا نعلم بأن هذا المؤتمر، هذا الاتفاقية التي نجمت عن مؤتمر لوزان في عام 1923 تمخض عنه تشكيل الكثير من التعقيدات في منطقة الشرق الأوسط، وتضرر الكثير من الشعوب المنطقة من نتائج هذا المؤتمر. وبعد مرور 100 سنة من الضروري إجراء مناقشة شاملة حول نتائج هذا المعاهدة وكيف أثرت على مستقبل شعوب المنطقة، وكيف يمكن معالجة هذه التأثيرات السلبية، وكيف يمكن طرح رؤى للقرن الجديد مختلف عن القرن الذي شكل المنطقة بصيغته السلبية كما نعتقد. فشارك في المؤتمر العديد من الباحثين من دول مختلفة، من العالم العربي ومن تركيا ومن أوروبا ومن مناطق آسيا، دول آسيوية أيضا. وهناك أكثر من 30 دراسة علمية أكاديمية تم قبولها، رغم تقديم عدد أكبر إلا أن اللجنة العلمية قبلت 30 دراسة علمية، وأكثر من 10 مداخلات علمية من قبل مفكرين ومتخصصين. المؤتمر يضم عدد كبير من الباحثين الأكاديميين من داخل كردستان والعراق ومن دول أخرى كما أسلفنا. محاور المؤتمر عديدة، يتحدث عن البعد التاريخي والبعد السياسي والبعد الاجتماعي والتعقيدات والرؤى المستقبلية. وهناك دراسات موزعة حسب محاور المؤتمر، يتحدث الدراسات عن الكثير من التفاصيل حول القرن الماضي وكيفية تشكيل تأثير المعاهدة على المنطقة من جوانب مختلفة. نعم، على عجالة، التوصيات أو حصاد هذا المؤتمر إلى أين سوف يتم إرساله، أو هل هناك مثلا جهة لرفع هذه التوصيات إليها؟ بعد اكتمال المؤتمر سوف يتم إعلان التوصيات، وبما أنه المؤتمر مؤتمر أكاديمي فالتوصيات يخص المجتمع الأكاديمي بشكل أساسي، والمجتمع والتوصيات أيضا يخص الجهات السياسية والجهات الاجتماعية من مؤسسات رسمية وغير رسمية من المهتمين وبموضوعة صناعة أو تصميم أو هندسة المستقبل بشكل يختلف عما كان في الماضي وتجاوز الإشكاليات الماضي. وكما قلنا بأن الحقل الدراسات المعرفية في مختلف اختصاصاته بحاجة ماسة إلى هكذا نوع من الدراسات لإغناء المعرفة الأساسية بما جرى وبما من المؤمل أن يجرى. دكتور،
عبد الرحمن كريم من جامعة صوران ومن اللجنة التحضيرية، شكرا جزيلا على هذه المعلومات. نعم زملائي، حاليا المؤتمر مستمر، هناك حلقات نقاشية، وهذا المؤتمر سوف يستمر لمدة يومين، أي اليوم وأيضا يوم غد. هناك عدة محاور أخرى سوف يتطرق لها الباحثون في هذا المؤتمر. نعم، شكرا جزيلا بوارد خاز على هذه المساء